يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعي الكرام في يوم جديد وحلقة جديدة من هذا البرنامج اليومي من هذا الوطن والعديد من الفقرات. اليوم بداية راح يكون مع نادي الصحافة والإعلام. هذا النادي اللي تأسس قبل 4 سنوات في عام 2012 وتم الالتحاق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كفريق تطوعي في سبتمبر الماضي، وخلال هذا العام قرر هذا النادي بإقامة احتفالات وطنية رسمية، ويهدف النادي هو لتبادل الثقافة وتحسين القدرات الإعلامية في المجالات الثلاث: المقروء والمسموع والمرئي، كما يهدف إلى نقل المهنية والخبرة الإعلامية للأجيال الجديدة. وآخر فعاليات النادي كانت احتفالية تكريم أفضل الإعلاميين العرب بمناسبة الذكرى الثانية لتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وكقائد للعمل الإنساني. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة أميرة عزام، رئيس مجلس إدارة نادي الصحافة والإعلام. حياك الله زميلتنا أميرة. حياكم الله ومساكم الله بالنور والسرور، وسعيدة أن أنا معاكم اليوم في من هذا الوطن وعلى إذاعة الكويت. احنا سعداء أكثر للتحاور مع الزملاء وهذا الفكر بموضوع نادي الصحافة والإعلام، ولكن رح نتوقف لدقائق مع دخول الفقرة الدينية لرفع أذان المغرب، ثم ندخل بتفاصيل هذا النادي. تابعونا مستمعينا بعد الفقرة الدينية. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعي الكرام مرة أخرى في برنامج من هذا الوطن، ورح ندخل في حديثنا مع الأستاذة أميرة عزام، رئيس مجلس إدارة نادي الصحافة والإعلام، اللي تكلمنا عنه أنه هذا النادي اللي تأسس قبل 4 سنوات. حياك الله مرة ثانية سيدة أميرة وسعداء فيك. في البداية بدنا نتكلم عن نادي الصحافة والإعلام. متى بدأت الفكرة تأسيسه؟ قلنا قبل 4 سنوات، ليش في هذا التوقيت؟ تعرف أخوي، إحنا في عملنا في دولة الكويت ننقسم إلى عدة أقسام: صحافة وإذاعة وتلفزيون. المجال يعتبر واحد، لأن أنت لما بصير عندك أي تغطية تلقى كل الزملاء عندك، بس في بعضهم ممكن تعرفهم بعضهم ما تعرفهم، صح؟ ودك تعرف هذا شنو خبرته، شنو قدراته، شو وصل لهالمكان، هل هواية ولا لا. خاصة جميل. أن أغلب زملائنا من الصحافة والإعلام يكون تخصصهم غير عن عملهم. يعني ممكن أنا تخصصت إنجليزي بس وايد أحب الإعلام من يوم أنا صغيرة. فمو غلط أن الواحد يدرس ويتعلم من خبرات الآخرين. فكانت الفكرة أن ليش ما نحسن قدراتنا، خاصة أن في بعض الأخطاء في الصحافة. يعني الأول كانت الناس تتعلم من الصحف والجرائد، تتعلم اللغة العربية، تتعلم الأسلوب، تتعلم الكتابة من المقالات. نعم. حاليا ما قامت الناس، يعني بس يمكن تطالع الصور تقرأ العناوين خلص الموضوع. أتوقع أن نحتاجين أكثر أن يكون في عندنا مراكز تطوير وتدريب إعلامي. فالفكرة اللي أنا سويتها على قدر إمكانياتي المحدودة جدا جدا وأكثر من محدودة، أن حاولنا أن نجمع زملائنا الصحفيين في جروب، كل واحد فينا يعطي الخبرة اللي عنده. هذا أول شيء. الفكرة الثانية اللي طرحناها، اللي إحنا ليش ما نعلم الأجيال الجديدة. فصرت أعلمهم بطريقتين. الطريقة الأولى أنا ممكن محاضرات وأفهمهم كذي، بس في أشياء ممكن تكون وايد صعبة، خاصة إذا عندك طفل 3 سنين. شنو تحب، يعني شنو راح تعلمه، يعني شلون يمسك مايك، أوكي، وبعدين. فحاولت أني الفترة أو المرحلة المقبلة اللي تلتها أني أقدم للأطفال بشكل الأغاني الوطنية. دخلت تعليم الصحافة والإعلام للأطفال عن طريق الأغاني الوطنية. هم هذه كانت فكرة حصرية أو ماخذة فيها حقوق ملكية، أنها مو موجودة بأي مكان بالعالم. جميل جميل. يعني هذه الفكرة اللي هي نقل الخبرات من الزملاء الموجودين في عالم الإعلام لتعليم من لا رغبة بدخول هذا الحقل أو بين قوسين الكار الإعلامي، اللي إحنا يعني وأنت يمكن ما شاء الله من زمان في هذا العمل، ولكن هذا ما يتعارض مع يعني أماكن أخرى ومؤسسات أخرى مثل جمعية الصحفيين الكويتية وغير من هالأمور. في عندنا كنا جمعية الإعلاميين، لكن هل أشهرت أو ما أشهرت؟ ليش ما يكون هناك تواصل، أو هل هناك تواصل ما بين بعض هذه المؤسسات أو هذه خلينا نقول الجمعيات؟ والله هذه الجمعيات أنا أكن لها كل الاحترام والتقدير.
وهي تعتبر طبعا جمعيات نفع عام على مستوى أكبر من مستوانا. إحنا عبارة عن حاليا بعد انضمامنا لوزارة الشؤون قبل عام، جميل، إحنا عبارة عن فريق تطوعي تابع لوزارة الشؤون. ممتاز. فبالتالي إحنا دورنا تطوعي، يعني أنا عندي وقت فاضي قاعد أعطي فيه محاضرة، لكن لست جمعية بهذا الكم الكبير أن أنا يعطوني مقر كبير أو أقدر. أتمنى طبعا أن في أحد مناشدة طبعا إلى المسؤولين سواء بالإعلام أو بالشؤون أو بأي مكان أن يخذون دورنا، أن إحنا الفريق التطوعي الوحيد المتخصص إعلاميا بالكويت. جميل. كل الفرق التطوعية طبعا دورها كبير، ولكن تنحصر أهميتها في أشياء معينة مثل متقاعدين أو مسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو مساعدة المرضى أو أشياء إنسانية، بس ما عندنا شيء متخصص في الإعلام إنه يكون تخصصه تعليمي تربوي اجتماعي. أنت قاعد تضرب على كل المستويات، كل حتى فني، يعني أنا قاعد أقدم أشياء هم فنية. جميل. اللي هو شيء يعتبر شامل لكل المجتمع. أتمنى أن يكون لنا مقر، أتمنى أن يكون لنا تبني أن احنا نكون أكثر من مجرد فريق تطوعي. أتمنى أن احنا بالمستقبل يكون لنا صيت أكبر، خاصة أن احنا قاعدين نسوي فعاليات دولية تحظى بالاهتمام من كل الدول. لما يو عندي الضيوف كلهم يعني شنو هالفكرة، شنو هالنادي، كل الناس قامت تسأل، مو مصدقين أن هالمجموعة البسيطة أو هالأعضاء أو هالتفكير البسيط ممكن يوصل إلى شيء كبير جدا كل العرب قاعدة تحلم فيه. كم عدد أعضاءكم أميرة؟ المؤسسين الكويتيين 6، وعندي رؤساء، عندي أنا رئيسة مجلس إدارة، عندي نائب مجلس إدارة، عندي مديرين أقسام، مديرين تدريب من ناحية تعليمية وتربوية، حوالي 80 شخص إعلامي من كافة الجهات الإعلامية. ومختلف يعني ايضا الجنسيات، ما هي حصرا على جنسيات معينه؟ لا نهائيا لا. جميل. خلينا نتكلم عن الفعاليات. يعني خلال فتره الاربع سنوات الماضيه من تاسيسكم، شنو هي الانشطه اللي عملتوها في هذه الفتره؟ في الفتره الاولى، ثلاث سنوات الاولى، ما كنا تابعين لاي جهه معينه، فكان اكتفائنا بس بالمحاضرات. كنا في المكتبات، ايام كانت تابعه لوزاره التربيه، كنا ماخذين في اليرموك، كنا بصفه اسبوعيه عندنا محاضره، عندنا اجتماع، بعدين خذينا في دار العثمان في الشعب، بعدين خذينا في دار العثمان في حولي، ولا لايام ما كانت لا اللي في الشعب، خذينا في قاعه، ومشكورين كلهم ما قصروا، يعني كل الجهات كانت تعطينا مكان. بعدين خذينا المقر، أشكر طبعا دكتورة عالية المشري، خذينا عندها حضانة في السلام. كانت تقول أي وقت حتى لو جمعة وسبت، لأن أكثر الناس منا إحنا كإعلاميين أكثر شيء يكون عندهم وقت فاضي الجمعة والسبت، فهم كنا ندرس فيهم. ليما تسجلنا تبع فريق تطوعي رسمي تابع لوزارة الشؤون، فقمنا نسوي فعاليات على مستوى أكبر، فعاليات عربية. سوينا شهر 12 اللي طاف احتفالية البحرين بعيدها الوطني، وكانت السنة الأولى اللي بتعتذر فيها السفارة ما سووا احتفالهم، فإحنا ارتئينا أن الكويت تسوي هدية لهم احتفال في عيدهم الوطني. الفعالية الثانية كانت أوبريت صحفوقة وصحفوق في العيد الوطني فبراير، قدمنا فيه 6 لوحات فنية للشخصيات الكرتونية مع الأطفال، وهالأوبريت طبعا اشتغلنا فيه 3 سنين. يعني كنا نصور، كنا ننتج، ندرب الأطفال ونعلمهم، ركزت فيهم وايد على الأطفال، وخرجناهم من المستوى الأول الإعلامي للأطفال. عندنا بعدين سوينا زيارة للبنان، كان فيها تعاون إعلامي كان وايد حلو، نفس التجربة كانت جدا حلوة في أنها جديدة، وسويت فيها أغنية طفولية بسيطة جدا، ولكن كانت فكرتها في الرسالة نفسها، أن إحنا ندعو إلى الوحدة الوطنية في كل مكان في العالم، ندعو إلى حب أوطاننا العربية، ندعو إلى التقارب والتلاحم بعيدا عن الفتن والشرور، عشان الأطفال اللي عندنا يددنا بهم ينعمون بالسلام، نبيهم ينعمون بمستقبل إعلامي بعيدا عن ذبحة وشردة وقتلة وذبحة. ودي أن هي تختفي هالأخبار من النشرات اللي كل يوم تنذاع علينا وتألمنا. جميل. يعني أمور كثيرة يعني النادي قاعد يقوم فيها من حيث يعني نشر هذه الثقافة وبلا أي دعم. نعم. وبلا أي دعم. هذا راح نتكلم عليه بعدين، لأن مثل هذا التنظيم لهذه الفعاليات، لكن في هناك دعم
خلينا نقول غير مباشر أو غير مادي من خلال تعاون بعض الـ يعني مثل ما تفضلتي وزارة التربية في البداية، بعدين ثم يعني حضانة السلام ودار العثمان وغيرها. نعم. هي يعني تأتي بشكل شخصي. نعم. من هذه بحكم علاقتكم مع نعم. مع هذه الجهات، ولكن حتى الفنادق يعني يوم سوينا احتفالية البحرين عطانا كويت كونتيننتال، والحين هم آخر فعالية يوم تكريم أفضل إعلاميين العرب هم كانت فندق كويت كونتيننتال. يعني في أماكن تكون مو حكومية ومو يعني ما حد داعم لها وهي تدعمنا، يعني لأنها تؤمن كثيرا بأن اللي احنا قاعدين نسوي في شيء خير للكويت ورفع اسم الكويت. هذا اللي أنا قاعد أركز عليه أكثر شيء في كل شيء قاعد أسويه. جميل، كلمينا عن المحاضرات. يعني أنت ذكرتي أن من بداية عملكم هناك محاضرات تقومون فيها بين نعم. فترة وفترة. نعم. بتكلم عن نوعية هذه المحاضرات ومن يحضر هذه المحاضرات. المحاضرات نقدمها بصفة عامة، قدمت محاضرات في جامعة الكويت، طلبة الجامعة يدرسون الأخبار الصحفية، يدرسون الإعلام، قاعدين نقدم لهم أي مساعدة، فتحين الباب إن أي طالب أو طالبة حتى لو بشكل شخصي عنده أي مشكلة في مادة صحافة أو إعلام إحنا قاعدين نقوم في مساعدته فيها، في الأبحاث، في كل شيء بشكل مجاني. جميل جميل. احنا راح نتوقف الحين مع فاصل وهو الأغنية، بعدين راح ناخذ تعليق على هذه الأغنية ان شاء الله. ان شاء الله. يا هلا ويا مرحبا فيكم مرة ثانية مستمعي الكرام، ومتواصلين في الحديث مع الأستاذة أميرة عزام رئيس مجلس إدارة نادي الصحافة والإعلام. قصة هذه الأغنية تأليفك، ألحانك، غنائك، تدريب الكورال، ما شاء الله، يعني خلينا نقول مو سبع صنايع، تسع صنايع. اليوم هذه الأفكار اللي قاعد تيجي هي كلها من أجل هذا النادي، نادي الصحافة والإعلام. متى عملتي هذه الأغنية؟ شنو سبب أو متى المناسبة كانت؟ هذه اللوحة الختامية كويت الخير، اللوحة الختامية في أوبريت صحفو أو صحفو، هو عبارة عن ست لوحات. كانت اللوحة الأولى عن الخبر الصحفي. جميل. واللوحة الثانية كانت عن دكتور صالح العجيري وكانت من كلماته. جميل. واللوحة الثالثة كانت عن سمو الأمير، أمير الإنسانية، اسمها تسلم لنا. اللوحة الرابعة كانت هم عن الحادث اللي صار في مسجد الصادق. اللوحة الخامسة كانت عن القمر ومنازله، وأنه هو يعني السبب في حركته لما يجي رمضان والهلال وكذي. وهذه اللوحة السادسة اللي هي كويت الخير. ممتاز. يعني خلنا نأخذ التفاصيل بعدين فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن كان لكم في حدث يعني وهو يمكن تكريم أفضل إعلاميين على مستوى العالم العربي في مجال
الإنسان والاجتماعي كان في يمكن قبل أشهر، متى كان؟ أشهر؟ أي واحد تسعة كان. واحد تسعة أي توه. في هذا توه أي. جميل، منو الشخصية اللي كانت هي اللي حازت على هذه الجائزة اللي هي الإعلامية ريمة؟ أي نعم، ريمة كركي. نعم. من لبنان. بعدين راح نعرف التفاصيل اللي تخص في هذه الجائزة، ولكن معنا السادة الزميلة الإعلامية ريمة كركي من لبنان. حياك الله سادة ريمة. مرحبا وحياك الله يا خالد، ومرحبا كمان لأميرة ولكل اللي عم يسمعونا بالكويت. احنا من الناس المحظوظين قاعد نسمع صوتك، ولكن ما كنا محظوظين ان ما التقينا معاش ايام ما كنتي موجودة، وهذا عتب على أميرة وهي موجودة في الاستديو ان التقي معاكم، ولكن والله ما تظلمها ما تظلمها، عملي اشغال كثير في بيروت واضطريت ارجع بسرعه، بس معوضة ان شاء الله. احنا نتشرف في الاهم في معرفتكم وفي سماع صوتكم، ونتعرف على يعني تجربة كبيرة يعني للإعلامية ريمة كركي، بديتي في يعني تلفزيون المستقبل وحاليا في تلفزيون الجديد عدل. نعم. نتكلم عن يعني إلى ما انتهت إليه هذه خلينا نقول الجائزة، شنو تعني لك اليوم هذه الجائزة؟ نعم. كيعني إعلامية عربية؟ والله لما شخص بيتقدر بتكبر مسؤوليته أكثر بكثير. نعم. بحس إن اللي قدامه بعد مسيرة كثير كبيرة لمزيد من الرضا عن الزيت، يعني غير رضا الجمهور عنه طبعاً، هو الأهم. فكل ما تقدرت أكثر، كل ما أنت صار عندك رغبة بأنك بعد تكون إنسان أفضل، هذا لحاله بيحتم عليك أنك تشتغل بعد مجهود مضاعف. جميل. أستاذ ريمة، يعني أنت تخصصك بعيد عن الإعلام، تخصص في إدارة الحاسوب عدل؟ تخصصي هو بزنس كمبيوتر، اسمه هو إدارة الأعمال والمعلومات. جميل. شلون النقلة هذه من يعني الإعلام أو من هذا التخصص اللي متعلق في الحاسوب إلى الإعلام؟ والله في شغلتين ما بيخضعوا للمنطق، الأحلام والإرادة. اللي هن بيظهروا عن كل الأشياء اللي قد يظن البعض أنها على مسار واحد. فالأحلام والإرادة بيخلوك تعمل اللي أنت بتحبه وبدك إياه بنجاح، إذا فعلا اشتغلت له بعد ما تكتشف شو بتحب. وصلت لهون بالصدفة بصراحة، بس اكتشفت إني أعشق هذا المجال لأنه قريب من الناس، ولأنه فيني أستفيد من الآخرين بشكل كتير كبير على صعيد الصحة النفسية والعاطفية والعقلية. أنت بتنمى مع صراعاتك مع الآخرين، صراعاتك الإيجابية ونقاشاتك معهم. وبتعرف الإعلام في كم من الكلام الذي قد يكون جميلاً إذا أخذته مع الأشخاص اللي صح تعلمت منهم. ففرصة بنتيجة سؤالك أن أشكر كل الناس اللي وصلوني أني كن أستحق أنه أنسمع، وهن كلهم أساتذة حتى لو كانوا زملاء. جميل. أستاذ ريمة، يعني عندك كتاب اسمه سأعترف، الليلة سأعترف. نعم. شنو الاعترافات؟ نعم. اللي اعترفتيها في هذا الكتاب او هذه النقلة اليوم اللي من 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 البرامج الى الـ الى الـ الى الكتابة؟ لا والله، الكتاب صار له الكتاب بالسوق 5 سنوات، وحلو انه كان رقم 2 بالمبيعات بالمعرض ببيروت بالسنتا، وكان بين كتابين للكاتبة الرائعة اللي بحبها كثير أحلام مستغني. فبسط أنه أخذ هالمرتبة من أول كتاب، والكتاب الثاني بعدني عم بكتبه من يومه بكسل شديد وكسل غير مطموح. شنو هي الأسباب؟ أسباب الكسل؟ عم بكتب بالكتاب الثاني بكسل شديد. عنوانه بكسل شديد؟ لا، أنا أكتبه بكسل شديد، يعني بكتب كل 10 أيام كلمة أو نهار واحد 10 صفحات أو كل 10 أيام كلمة، فبطيئة شوي فيه لأني مشغولة بأشياء تانية بصراحة. بس خلص هالسنة لازم أنزل. الاعترافات إجمالا بتكون عن الأشياء اللي أنت يصنفها الآخرون أخطاء أو خطايا. وأنا أعتبر أن الشخص القوي هو الشخص اللي يعرف كيف يعرض رؤيته للأمور بطريقة أنه حتى لو صدم الآخرين يصدم بصدقه ولا يصدم باستفزازه. يعني أنا أحاول أن أصدم الآخر بكم الصدق اللي موجود عندي أكثر ما أنه يهمني أني أستفز حدا.
جميل. نقدر نتعرف سبب الكسل الشديد أو في عدم كتابة كتابة عمل النشر؟ نعم. إذا بتعمل النشر ما بتشتغل، إذا بتعمل برنامج النشر ما بتشتغل فيه تاني. بالضبط. يعني كأن هي رسالة بأن العمل الإعلامي ماخذ أو هذا البرنامج ماخذ الجهد الكبير من من منك أنتي. والله هو كل شغل بقلبه شغف أنك أنت تكون فيه حاضر كما يجب، وأنك تعمل أي نوع من العمل حتى خارج الإطار التلفزيوني أو خارج الحلقات بده يخبط حكما. وبتمنى أن يكون قادرة أعمل أكثر بكثير من اللي عم يشتغلوا نحن بهذا البرنامج. يعني أنا مع فريق عمل رائع وجميل وإنساني بالدرجة الأولى، وحتى الأشياء اللي بنعملها نحن خارج إطار أحيان مهنتنا فمنروح لأبعد من هيك، وهذا كله عملنا نوع من السعادة داخلنا جميلة ما عم أقدر أستغني عنها صراحة لو كانت على حساب كتبنا. جميل. سادة ريما كركي، يعني شنو عطاك الإعلام وشنو أخذ منك؟ أنا ما بحب الناس اللي بيشتكوا. أنا أعتقد أنه ما في ربنا ما بيعطيك شيء بياخذ منك إلا أنت معرفة، يعني أنك تستغله بطريقة صحيحة. أعطاني الكثير ولدلت بعد أطمع بأكثر. في أشياء طبعا بحياة الإنسان بأهمته وبتوجعه، وهذا شيء طبيعي، بس أنا لا أشتكي من المسائل اللي تكون طبيعية، بالعكس جانبة للتحدي والمزيد من الحصاد. جميل. هل لازلتي غير يعني هل لازلتي مقصرة في حياتك الزوجية أو حياتك الاجتماعية؟ هذا تعبير بيستعمله صاحب الضمير اللي ولا مرة بيشعر أنه هو يكفي الآخرين. صاحب الضمير الإضافي لو بدي أحكي عن حالي وخاصة بموضوع العائلة يشعر أنه عطول مقصر، لأنه عطول حابب يعطي أكثر، مش لأنه هو فعليا مقصر، لأنه حابب يعطي أكثر بكثير بعد. جميل. أنا لا أعتقد أنه هناك تقصير، يعني الشغف اللي بتاخده وبتقطفه من شغلك بيعطي بغزل بيتك، والشي اللي بتاخده من حنان وعواطف بيتك الإيجابية بيخليك تشتغل بشكل فيه اندفاع أكبر، فاتنين بنزل بعض. يعني الناس اللي بيقولوا أنه أنا أفضل بين العمل والعائلة، أنا لا أفضل، أنا إنساني، إذا جيت من الشغل معصبي بدي أعصب بالبيت، وإذا عصبت من البيت بدي أضبط حالي لما أعصب الشغل لأنه أنا تحت عيون الناس بالشغل، بس ما في إنسان في يفضل، هذا أشعار مش موجودة. هل أولادك يتابعون للنشر؟ بشغف. وأحيانا خليني بتقلك شغلة، لما ما يتابعوا، يعني طالما نحن عم نحكي بصراحة، لو ما يتابعوا مثلا في بعض الفقرات اللي بتكون طابعها بدك صادم، ونتيجة يمكن ان احنا بمجتمعات نخاف من التوعية وتحديدا التوعية الجنسية. مثلا كان في فقرة مرة عن اثنين نقلوا لبعض مرض السيدة وكانت حلقة صاخبة، ورجعت على البيت وقلت لأولادي حكيتوا الحلقة، قالوا لا، فأصريت من يحضروها لأنه هذا جزء من التوعية، انك تشوف النقاش الرائي حتى لو الحالة لأشخاص يا ما بيعرفوا عبره أو الجهل وصلهم لهون. هذا الشيء اللي نحن أحيانا منتنع أن نشوفه أو منع أولادنا نشوفه. إذا أولادنا بالسن يستوعبون يجب أن يشوفوا ونناقش لنحميهم أكثر. يعني لما بيشوفوا وين بيوصل الشخص عن طريق استهتاره بجسمه استهتاره بحاله، بتوقع أنه هذا يكون رادع أكبر من مجرد الكلام بلا أمثلة. ممتاز. من عالم الصباح، برنامج عالم الصباح اللي هو أول برنامج قدمتي، إلى حاليا، شلون تقييمك لهذه التجربة؟ والله أنا عملت عالم الصباح وعملت بدون زعل وعملت لايك هالحكي لايك من وحي السوشيال ميديا، وعملت أنا وياك من وحي علاقة زوجية للمشاهير، وهلأ عم بعمل النشر. أنا بقول أنه أنا لازلت أشعر أني في البداية، يعني أنا لا أشعر أني مختلفة، لا أصدق أحيانا من يصرف لها المطرح، وهذا بعتبره إيجابي لأنه أنك تضلك تلميذ يعني أنك رح تتطور، بس أنك تصدق أنه أنت حققت شيء يعني أنك بلشت تخلق، فأنا أعتبر نفسي تلميذة. جميل.
لا انت استاذه لازم، والكل يتعلم من هذه الخبره. متواضعه زين. بما ان يعني طلع صوت اميره، يعني ودنا نتكلم عن يعني رايك في نادي الصحافه والاعلام اللي يمكن كنت موجوده هنا بيننا في الكويت، وتم تكريمك يعني افضل اعلاميه عربيه في المجال الانساني والاجتماعي. والله يا خالد، أنا أرى أنه جميل أن تقود امرأة الكلمة، وخاصة إذا بليق فيها هدش. يعني مش بوجه الأميرة بس، أميرة كتلة مشاعر جميلة، وكلمة مشاعر بهالمحل تعكس القوة، بعكس ما نحن أحياناً نحب نصنف المشاعر على أنها ضعف. ما في أقوى من المشاعر. بالمشاعر بتحضر بلدك، وبالمشاعر بتكبر أولادك، وبالمشاعر بتعرف تحب حبيبك، وبالمشاعر بتعرف تنمي عملك، وبالشغف والمشاعر بتقدم لقدام. فما أقدر أختصر هذه الإمرأة اللي عرفتها وقت قصير بصراحة، ما أقدر أختصر قد هي عندها ديناميكية فظيعة. أنت قاعدة تشخصين أميرة يعني. انت قاعده تشخصين اميره يعني، ويعني شخصيه امانه لا فيها طاقه كبيره، عرفنا كثير من الامور. هي طاقه رائعه وذكيه بمشاعرها، يعني مش سهل الانسان يكون ذكي بانه يطمئن الاخرين ويعرفهم بسرعه. بالضبط. يعني فيها عندها انطن اضافي، مثل ما نقول بلبنان الحين، يعني في احساس اضافي عندها، او قدره اضافيه انها تقدر تعرف الناس بوقت قصير، وهذا شيء جميل. يعني قاعد تكلميني عن يعني منجمه وصلت لها. والله منجمه بس مش بالطريقه تبع منجمه يعني. اعلاميه خلينا نقول. منجمه اعلاميه صادقه، لانه منجمين فعلا مش صادقين. جميل. الاستاذه الاعلاميه ريما كركي، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، و والف مبروك على 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 الجائزه. في اميره تبي يعني عندها سؤال تبي تسالك، تفضلي. تفضلي يا اميره. في القاب حصلتي عليها خلال هي على المنصة، زميل راشد الهلفي أبو تركي سماها ملكة الارتجال، لأن يمكن هي الوحيدة اللي ما قرأت ولا شيء من الأوراق، ويمكن تقرأ أحيانا غير اللي هي تفكر فيه وتكتبه، بس لما تطلع بالمحل يصير كلامها مختلف ممكن شوي أو كثير عن اللي هي كانت محضرتها. هي فعلا ملكة الارتجال، وحتى يعني عندها بالاستديو أنا متأكدة أنه ما في شيء مكتوب قاعد تقرأ منها ولا شيء. تعاملها والله ما بعرف، بس كنت بتعرف مرة واحدة كتبوا على الكمبيوتر ما قدرت أحكي ولا كلمة، فما بقدر أقرأ عن أي آلة بوجي. فكان تكريمها مجال إنساني، لأنه معروف أن البرنامج كتير حالات إنسانية، بس هم هي مخصصة صفحة لها مجالات كثير بحياتها. يعني يمكن هي الإعلامية الوحيدة اللي أنا عرفتها تمشي بالشارع تعطي أرقام حق الناس إذا عندك شيء دق علي يعني، أو بلغني. وهذا قاعد اللحظة أيضا من أكاونتها في تويتر، يعني ما شاء الله نشطة في الجانب الاجتماعي، وهذا يدل على إنسانية هذه الإعلامية وثقافتها في نفس الوقت. كل شكر لك وتشرفنا. سألت، لا هي سألت على موضوع، يعني كانت تبي تضيف موضوع اللقب. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. لانه راشد اعطاني اكثر من قيمتي صراحه، وكله هو يعني رجل صاحب الكلمه الانيقه، مش الكلمه الانيقه اللي صادقه طالعه من القلب، وانت وهي في محلها ذكيه المشاهد. وانت يا خالد لطف جميل كمان. شكرا لك استاذ ريما كركي من لبنان. انا بشكر الكويت لانه عن جد نورك هالاسبوع، و حسستني انه انا قدامي مسؤوليه. ان شاء الله يا رب اني اكون على قدها. ان شاء الله تكونين ايضا ضيفه من هذا الوطن في فتره، تكونين موجوده، وان شاء الله نتواصل معكم. كل شكر لك استاذه ريما كركي، وان شاء الله تجيك مناسبه ثانيه. شكرا. من هذا الوطن. القراءه عباده وتكريم للانسان، وسبب لامتلاك البصيرة وتهذيب النفس، وباب للإبداع وتنمية العقل وتوسيع المدارك. أما ما يكتب فيبقى، وأما ما يقال فتذره الرياح. ففي القراءة تبني الأمم وترتقي. من هذا الوطن.
يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعي الكرام مرة أخرى، وحديثنا متواصل مع الأستاذة أميرة عزام رئيس مجلس إدارة نادي الصحافة والإعلام. حياك الله. الله يحييك. يعني عطوش ألقاب اليوم، أنا سعيدة أن موجودة معكم على قولت في الـ يعني ما نقول قلنا سبع صنايع وتحولت إلى تسع صنايع، ما عليك. خلينا نرجع حق الجوائز، ويمكن كنت حاب تعرف على الناس اللي حصلوا على الجوائز من خلال هذا النادي. نعم. اللي كان يمكن في أيام قليلة ماضية تم تكريمهم، ومنهم وعلى أي أساس تم اختيار هذه الشخصيات؟ نعم، أول شيء بس حابة أهني سمو أمير البلاد حفظه الله، أن الذكرى الثانية لتكريم سمو أمير الإنسانية من الأمم المتحدة. هذا الإنسان اللي تفتخر فيه كل العرب، حبينا أن يكون احتفالنا فيه احتفال من ناحية إعلامية، نمشي على خطاه واحتفلنا فيه وكلنا حاسين انه هو موجود معنا. حبينا ان احنا نسوي هذه الاحتفالية، هي بالنسبة له الذكرى الثانية، بالنسبة لي انا افضل اعلامية العرب رقم واحد. خذيت عقبها قرار عقب الاحتفالية انه وايد كان لها صدى وكل الجهات الاعلامية رحبوا فيها ودعموني فيها واشكرهم، ان شاء الله اعلن من هذا المكان يمكن لأول مرة ان شاء الله راح تصير افضل اعلامية العرب كل عام في سبتمبر هدية لصاحب السمو في ذكرى تكريمه. إن شاء الله كل سنة لك مني يا سمو أمير البلاد أني راح أسوي أفضل إعلامي العرب، وراح أرفع إن شاء الله اسم الكويت واسم سموك في كل بلد عربي. جميل. الإعلاميين اللي تم تكريمهم، السؤال اللي سألتني عنه. نعم. الجائزة الأولى الإعلامية اللبنانية ريما كركي، واستحقتها بجدارة، وكل الأعضاء اللي عندي سفراء نادي الصحافة والإعلام في الدول العربية كذلك صوتوا عليها بأنها الجائزة الأولى. لم يختلف شخص واحد على ريما كركي بأن تكون الجائزة الأولى. الجائزة الثانية كانت لدكتورة ماجدة بقنيد جمهورية مصر العربية. دكتورة تجمع ما بين شقين، شق الأكاديمي لأن هي أستاذة بالجامعة رئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون، ونفس الوقت كانت إعلامية في قنوات أجنبية بالسي إن إن والتلفزيون الأمريكي، وعندها سي في جبار. سي في لما تشوفه تقول يستحيل هذا شخص عنده كل هالأشياء اللي اشتغل فيها، إنسانة وصلت إلى يعني غيرها يمكن ما وصلوا إلى نص هالعمر ومتقاعدين ويقولون بس اكتفينا من الدنيا. إنسانة جدا عندها طاقة وفي نفس الوقت بسيطة متواضعة، فاتحة باب مكتبها لكل الطلبة أو لكل الإعلاميين لما بيدق عليها. أحسن شيء لما بيدق عليها أي تلفزيون أي قناة عمرها ما قالت كم أبي عشان أطلع معاكم ولا أقول لكم خبرتي ولا كذي. إحنا كان تركيزنا على الجانب الإنساني والاجتماعي، إن هي كتير اجتماعية تحب الناس ونفس الوقت متواضعة. بالنسبة لأستاذ يوسف مصطفى، طبعا أحب أهدي اللقب اللي قالوا عنه الضيوف دكتور ماجدة وأستاذ ريما سموه شيخ الإعلام الكويتي. انبهروا منه جدا بالكلمة، يمكن كان أول لقاء لهم معه في الاحتفالية، بس لما قال كلمته وأنه هو ممثل لسمو وزير الإعلام الشيخ سلمان جدا أعجبوا في كلمته وفي طريقته وفي حواره. ولما عرفوا عنه كمان أنه هو كان مغطي هنا الكويت ورفع راية الكويت أيام الغزو، غزو نعم، زاد لهم الاحترام والتقدير أكثر لشخصية هذا الإنسان الإعلامي، وأطلقوا عليه شيخ الإعلام الكويتي وهو يستحق أبو محمد. بعد في راشد الهلفي، راشد كانت تجربتي معاه شخصية بالدرجة الأولى، من أول ما عرفنا من أول بداية النادي دعمنا بشكل إنساني غير طبيعي. أستاذ خالد في بعض الزملاء المذيعين ويمكن في بعض الناس هني يعرفون هالكلام، إن إحنا أول ما بدينا النادي وكنا نبي ناس أقوياء في المجال يعطونا دورات في الإعداد التلفزيوني أو في التقديم التلفزيوني. واحد على سبيل المثال إنه ممكن يقول لي أوكي كم تعطيني؟ لما صار عندنا مهرجان كنا نبي نسويه بالتعاون مع المجلس الوطني، هو ما صار بس كان على وشك إنه يصير وبعدين أنا صار لي حادث فاعتذرت يعني. فراشد قال بصريح العبارة أنا معاكم أي شيء تبونه مني أنا حاضر، ما سألني كم، هو الوحيد يمكن اللي ما سألني كم أبي لمهرجان، رغم أن ممكن المهرجان يكون مدفوع من الدولة. راشد قال أنا ما أودي منكم أي شيء، ما أبي منكم ولا شيء، بس اللي تبونه أنا حاضر. فكانت إنسانيته عن تجربة حقيقية فعلية إحنا شاهدناها في النادي، وبنفس الوقت ضيوف حتى حسوا بصراحته، حتى ريما يعني دايما تلقب تقول الإعلام الأنيق الصادق، حسينا فيه بصدق كبير. يعني لما
يستضيفنا مثلا قاعدين عندها في الاستديو، صراحة حاسة كأنك أخوي خالد أنا عندك في البيت، مو حاسة أني أنا طالع على تلفزيون. كتير فيه صدق وشفافية، والكلمة قاعدة توصل، ما في أي تصنع. فحسيت أنه هو بعد كان يستحق أنه يكون من المكرمين، خاصة أنه قدوة لشباب كويتيين كثار محتاجين هالصدق في الإعلام. وتحية لزميلنا أبو تركي راشد الهلفي من الشخصيات المحترمة. هذه كل الشخصيات، الأربع شخصيات اللي تم تكريمهم، كانوا 10. تم التصويت من 10 إلى 4 اللي اتفق عليهم كل الزملاء، بس هم هالأربعة. هل عندكم لجنة تحكيم؟ اي نعم، من مكونة من كم عددها مكونة من الأشخاص؟ من إنسانة عزيزة علي جدا في البحرين، هي اختارت صوتت أول شيء على أبو تركي. وعندي في نادي الصحافة والإعلام في منهم كتير بوزارة الإعلام، هم اختاروا أبو محمد. جميل. كذلك يعني ريما، لو أنا أحكي لك عنها من هني السنة الجاية يعني بالضبط، إحنا هي توها يعني قالت إن أنا أعرفها فترة قصيرة جدا، ترى على فكرة مجرد إني سويت معاها لقاء مثلا للجريدة أو شيء، بس هذه معرفتي فيها. بس اللي أنا شفته منها استغربت إني ما لقيتها في ولا لقاء، ولذلك لما رديت من بيروت إلى الكويت قالوا لي من الشخصية اللي يمكن زميلنا المعلق الرياضي في الراي سألني من الشخصية أميرة اللي أنت سويتي معها لقاء يستحيل تنسينا، قلت له ريما كاركي. يا ليش؟ قلت له لو أقول لك ليش أبي كتاب أكتبه يعني عشان أقدر أشرح لك ليش. فباختصار كانت الجائزة الأولى، وإن شاء الله أن كلهم يستحقون. والسنة الجاية إن شاء الله راح يكون في مفاجأة كبيرة، راح يصير العدد المكرمين أكبر، وراح يصير أشمل من دول أخرى، وراح يصير فينا شخصيات فعلا تستحق التكريم. احنا ما كرمناها هالسنه، يمكن اللي كان الفعاليه وقت قصير جدا خرافي في التحضير. انت متخيل ان هالفعاليه 3 أسابيع فقط لتحضيرها كاملة، عدد يعني ايام قليله يعني جدا جدا. الداعمين لكم دكتوره مجده تقول لي هذه اكثر سفره مجنونه شاهدتها في حياتي، لان دقيت عليها قلت لها دكتوره جهزي هدومك باكر بتسافري. منو الحين احنا تكلمنا، انت ذكرتوا بان هذا النادي تطوعي. نعم. لكن مثل هذه الفعاليات ومثل هذه خلينا نقول التحضيرات تحتاج الى يعني الى مواد ماديه، يعني محتاجين فلوس. من وين قاعد تجيبونها؟ ما أدري، في بعضهم يقطون من جيبهم الخاص. هو هذا اللي صاير صراحة. جميل. أني أكثر فعاليات أنا اللي قاعدة أصرف عليها، بس إنه يعني أحيانا بعض الزملاء بالنادي، بس صارت مرة واحدة أني في 3 أو 4 زملاء في أوبريت الكويت، يعني كل واحد حاول أن يساهم بشيء، بس كان الشيء ما يكفي ربع أغنية، مو أغنية كاملة. ف يعني ممكن عادي، أنا ما عندي مشكلة أني أشتغل 3 سنين عشان أسوي فعالية، أنا على قلبي زي العسل يعني. جميل جميل. أنا بتكلم اليوم على الجانب الصحفي، وأنت يعني عملتي في هذا الجانب ولازلتي تعملين، ولكن خلنا نتكلم بواقع وأكثر صدق. اليوم الشباب الكويتي، ما أتكلم اليوم على كاتب صحفي، في فرق بين الكاتب الصحفي وبين الصحفي اللي ينزل الميدان، قد المجتمع ما يعرف يفرق ما بين، بحكم عدم معرفته خلينا نقول دهاليز هذه الأعمال. ولكن ليش الشباب الكويتي ما قاعد يقبل على مثل هذه الأعمال؟ هل هي مهنة متاعب؟ هل في أمور معينة متعلقة ب خلينا نتكلم بالضمانات أو الأمان الوظيفي؟ شنو السبب من وجهة نظرك؟ والله ما أدري، بالنسبة لي أنا كإنسانة أحب المغامرات وأحب الطلعات وما أحب أقعد بالبيت، فبالنسبة لي أنا أحب أن هالعمل جدا أستانس منه، وبيعطيك أول شيء بيعطيك علاقات عامة. يعني أنا أحب أوجه الكلمة طبعا للشباب أو البنات الكويتيات، أول شيء بيعطيك علاقات عامة فوق الممتازة. يعني اليوم أنا شفت أستاذ خالد كسبته أخ مثلا، راح أتعلم منه. كل إنسان يفوت بحياتك لازم يعلمك شيء، فأكيد أنت راح تكتسب مني بعض الأشياء، أنا راح أكتسب منك بعض الأشياء. فهو إذا خذها بخبرة شخصية بالعكس كثير حلوة. الشيء الثاني أنه قاعد أكتسب
من الأشياء اللي أنا قاعدة أغطيها. إذا غطيت لوزارة الإعلام أو المجلس الوطني أو لأي هيئة أو مؤسسة، أنا قاعدة أشوف شنو عندهم ثقافيا، أنا قاعدة أستفيد. فأريد من كل المقاييس قاعدة تنمي عندي الثقافة، قاعدة توسع علاقات العامة، قاعدة تزيد عندي الخبرة والمهنية، والإعلام شيء كثير ينمي الشخصية ويخلي شخصية هذا الإنسان فوق الروعة. فأنصح كل الناس أنهم يبادرون ياخذون دورات ويتجهون فعلا للإعلام إذا هم حابين أو قد هذه المهنة فعلا أن يرفعون فيها اسم بلدهم. جميل، يعني نتمنى أن يتجه شباب الكويتي إلى مثل هذه الأعمال إذا كانت الظروف مهيئة له، وإن شاء الله هذا النادي تكون يعني انطلاقة لأي صحفي أو شخص حاب ينطلق لهذه المهنة. احنا فاتحين الباب أخوي. جميل. الحساب على الانستغرام ميديا كلاب كي دبليو بدون أي مسافات، MEDIACLUBKW. أي أحد يدش عندي على الانستغرام يقول إذا يبون محاضرة، يبون دورة، يبون أي فعالية، كلها مجانا. راح نحط لهم اللي هم يبونه، يبون بالإعداد، يبون بالصحافة، يبون بالإخراج، يبون بالمونتاج، أي دورة يبونها فري مجاني عندي. مشكورة وايد. يعني سعدنا بهالدقائق بمعرفة من هي أميرة عزام رئيسة مجلس إدارة نادي الصحافة والإعلام، شو اللي قاعد تقدمه من خلال هذا النادي، العلاقات اللي يعني كونتيها من خلال عملك في هذا العمل الشاق. أنا دائما أقول العمل شاق ولكن ممتع لما نشوفين نتائج، لما نشوفين نتائج هذا العمل. نعم. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأمانة يعني تشرفنا بمعرفة 9 صنايع والبخت ما ضايع الحمد لله، وإن شاء الله منها الأعلى. تشرفت فيك أخوي خالد، وجدا أنا أحب الكوادر الإعلامية بالكويت، وسعيدة بأن أكثر دولة بالعالم فيها أكثر إعلاميين مميزين وصادقين عندهم مصداقية وحرية وصدق في تعبيرهم في الكلام هي في الكويت، وما لقيت هالكلام في أي دولة في العالم. جميل، نتمنى لك التوفيق، ويعني وإن شاء الله أكيد راح نلتقيك في مناسبات ثانية. مسعدنا. خاصة بأن هذا النادي مقبل على التطور والتوسع بأنشطته. وراح نتابعكم إن شاء الله عن طريق الحسابات اللي تكلمت عنها. كل الشكر لك أستاذة أميرة عزام رئيس مجلس إدارة نادي الصحافة والإعلام، وإن شاء الله يعني نلتقيك مثل ما قلنا في مناسبات ثانية. و مشكورة وايد، شكرا. تشرفت فيكم اليوم، انتم مشكورين. شكرا، يعطيكم العافية.